إيران بدأت بالتحرك بشكل خطير للغاية من أجل توجيه ضربات انتقامية على العمق الإسرائيلي. هذا الأمر أصبح واضحا من تقرير قد صدر في 24 ساعة الماضية من قبل هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية، التي أكدت بأن إحدى السفن في الخليج العربي أصدرت بلاغا بأن أجهزة الملاحة الإلكترونية الخاصة بها بدأت تعاني من ضرر بسبب تشويش موجود في المنطقة، وبأن هذا الضرر هو الذي طبعا وهذا التشويش أثر على إشارة الجي بي اس والاي اي اس التي تتبعها هذه السفن من خلال طبعا تحركها في الخليج العربي، وهي أصدرت هذا البلاغ هذه السفينة من هنا من وسط الخليج العربي كما تلاحظون. وهذا يعود بسبب أن إيران بدأت بتنفيذ عمليات تشويش عسكرية مكثفة في هذه المنطقة تحديدا باتجاه الخليج العربي، وهو الذي أثر على هذه السفينة وجعلها تصدر كل هذا البلاغ. وهذا أكبر مؤشر بأن إيران تعد لشيء ما، إيران تهيئ صواريخها البالستية أو حتى طائراتها المسيرة المفخخة من أجل توجيه ضربات مباشرة على العمق الإسرائيلي أو على أي أهداف إسرائيلية موجودة في المنطقة، وذلك انتقاما مما فعلته إسرائيل مؤخرا بضربة كبيرة وخطيرة على القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، وهو الذي أدى إلى مقتل العديد من الشخصيات العسكرية الرفيعة المستوى في الحرس الثوري الإيراني مرة واحدة. وعمليات التشويش التي تقوم بها إيران هنا هي تهدف لمسائل مهمة، هي تهدف أولا لإخفاء التحركات العسكرية والصاروخية الخاصة بإيران بهذه المنطقة، وكذلك هي تحقق مسألة إخفاء نقاط انطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة عندما تبدأ وتدق ساعة الصفر بالنسبة لإيران لتحقيق مثل هذا الاستهداف. ولكن أيضا في نفس الوقت ممكن لإيران أن تقوم بعمليات تمويه من خلال التشويش في هذه المنطقة، بعد ذلك التشويش مثلا في الشمال أو التشويش في الوسط، وبعد ذلك تستمر في عمليات التمويه لكي تضيع وتجعل الأمور صعبة على الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل أو أي أجهزة استخبارات موجودة في المنطقة من معرفة من أين ستطلق إيران هذه الصواريخ، وبعدها تطلق الصواريخ من منطقة مفاجئة على الهدف الذي تبحث عنه إن كانت إسرائيل وإن كانت أهداف أخرى. ولكن لسبب ما الولايات المتحدة الأمريكية الآن تركز في عمليات تحليقها ورصدها ومراقبتها على نفس المنطقة التي نتحدث عنها، هي في الخليج العربي وعلى منطقة التشويش تحديدا التي ذكرتها هيئة العمليات البحرية التجارية البريطانية. فعلى سبيل المثال هنا طائرات الكيسي 135 شارك تانكر التي تعمل على عمليات الإرضاع الجوي ظهرت في 48 ساعة الماضية وهي تحلق بشكل مكثف هنا في هذه المنطقة كما تلاحظون. ولنأخذ اللون الأصفر لتصبح أكثر وضوحا، تلاحظ هنا أربع طائرات من طائرات الكيسي 135 أو حتى الكيسي 130، إحدى هذه الطائرات كل هدفها وكل ما تعمل عليه هو عملية تزويد الوقود للطائرات الموجودة في هذه المنطقة لساعات طويلة مثل طائرات الرصد أو الاستخبار الإلكتروني من أجل معرفة ما الذي يجري وما الذي تخبئه إيران في هذه المنطقة وما الذي تهيئ له. وكذلك هي تعني بأن هنالك طائرات حربية ممكن أن تحلق هنا أمريكية من أجل حماية الأجواء من أي صواريخ أو طائرات مسيرة ممكن أن تنطلق باتجاه إسرائيل أو باتجاه أي منطقة معينة. وهذه صورة أخرى لطائرة الكيسي 135 التي تحلق في هذه المنطقة ذهابا وإيابا لتزويد الطائرات الحربية وطائرات الاستخبار الإلكترونية الأمريكية بالوقود من أجل الاستمرار بعملية المراقبة، وحتى طائرات P-8A Poseidon من طائرات البحرية الأمريكية التي تعمل على عمليات الرصد والاستطلاع بشكل متقدم للغاية أيضا قد ظهرت هنا هذه الطائرة كما تلاحظون، وهي تحلق باتجاه مضيق هرمز والخليج العربي وكذلك باتجاه العمق الإيراني، يحاولون جمع أكبر معلومات ممكنة وليعرفوا ما الذي تخطط له إيران من خلال كل هذا التشويش الذي نتحدث عنه. وهذه التفاصيل تأتي متزامنة مع تقرير قد صدر من قبل وكالة المخابرات الأمريكية CIA، وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، التي أبلغت إسرائيل بأن إيران قد تخطط إلى هجوم مباشر على إسرائيل خلال 48 ساعة القادمة. وهذا يعني بأننا أمام ساعات من نار بسبب كل هذه المؤشرات التي نتحدث عنها، خاصة وأن المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي كان قد غرد باللغة العبرية كما تلاحظون، وقال بأن الإسرائيليون سيتوبون بسبب ما فعلوه تجاه القنصلية في دمشق. ويجب أن ننتبه هنا بأن يوم غد الجمعة هي آخر، ويوم غد الجمعة هو
وآخر يوم جمعة في شهر رمضان، وكذلك يوم غد هو يعتبر يوم القدس العالمي، وبالتالي هنالك رمزية كبيرة لكل ما ممكن أن يكون قادما من قبل الجانب الإيراني تحديدا. وإسرائيل من جهة أخرى أيضا تتحضر لهذا السيناريو، تتحضر لهذه الضربات. التايمز أوف إسرائيل وكذلك الإسرائيل وور روم وحتى قناة أن الثانية عشر أكدت أن هنالك تحضيرات عسكرية لا يستهان بها من قبل الجانب الإسرائيلي. كل هذه المصادر قالت بأن إسرائيل الآن تعزز منظوماتها وعززت منظوماتها الدفاعية بشكل كبير، نشرتها بشكل أفضل، وكذلك استدعت قوات الاحتياط المتخصصة بهذه المنظومات الدفاعية، وقامت بإلغاء أي طلب من أي جندي للمغادرة في هذه الفترة تحديدا، وذلك بسبب أن إسرائيل في الحرب. لديهم حركة حماس، لديهم حزب الله اللبناني، لديهم الفصائل في سوريا، الفصائل في العراق، جماعة الحوثي، وضربات مباشرة محتملة من قبل إيران للانتقام مما جرى في دمشق. وكذلك أيضا في نفس الوقت إسرائيل هي الأخرى بدأت أيضا بتنفيذ عمليات تشويش عسكرية مكثفة في الداخل الإسرائيلي، في الشمال الإسرائيلي وفي الوسط الإسرائيلي، وأيضا تمت ملاحظة أن الجنوب أيضا الإسرائيلي هنالك نوع من التشويش الجاري في هذه المنطقة وحتى على العمق اللبناني، وكذلك نوع من توزيع التشويش في العمق السوري. وهذا الأمر أصبح واضحا من الجي بي أس جامينج، تلاحظ هنا في الأول من أبريل كيف كانت الصورة هنا، وتغيرت طبعا حتى يوم أمس عمليات التشويش لتوضح أن هنالك زيادة في التشويش من قبل الجانب الإسرائيلي. لاحظ هنا على الضفة الغربية هذه المنطقة تتحول باللون الأحمر، وكذلك في الثالث من أبريل أيضا هذه المنطقة التي هي تتمثل بجنوب لبنان وكذلك شمال إسرائيل أيضا تتحول إلى اللون الأحمر، وأيضا هذه المنطقة الجنوبية باتجاه قطاع غزة أيضا يظهر فيها عملية التشويش بشكل عالي باللون الأحمر، أي هنا قبل وهنا بعد. لاحظ اللون الأحمر كيف يزداد ويظهر فجأة في هذه المنطقة، مما يوضح لك أن فعلا عمليات التشويش قد ازدادت من قبل الجانب الإسرائيلي. وكذلك أيضا في نفس الوقت إذا ما ابتعدنا بالخارطة ستلاحظ أن التشويش قد وصل إلى قبرص، أصبحت قبرص مشوشة بالكامل باللون الأحمر وليس باللون الأصفر، أي أقصى عمليات التشويش. وكذلك حتى البحر المتوسط أيضا عمليات تشويش هائلة للغاية، وحتى الوسط هنا في سوريا نلاحظ بأن بعض التغيرات في عملية التشويش قد جرت في هذه المنطقة هنا في الأول من أبريل. وطبعا لنأخذ مرة ثانية الصورة، قبرص كما تحدثنا، سوريا هنا، وهذه هي قبل وسنلاحظ بعد. لاحظ كيف تغيرت عمليات التشويش هنا وأصبحت مختلفة تماما، وبالتالي إسرائيل أيضا تستعد لشيء كبير. والتقييمات الإسرائيلية بحسب قناة أن الثانية عشر مع كل هذه الظروف ترى بأن ما هو متوقع أن حزب الله اللبناني، الفصائل في سوريا المقربة من إيران، الفصائل في العراق المقربة من إيران، جماعة الحوثي، هذه هي الأطراف التي ستضغط على إسرائيل وستنفذ عمليات مشتركة باتجاه العمق الإسرائيلي، وهي تستعد لهذه المسألة. ولكنها أيضا وضعت في حساباتها بأن لو إيران ذهبت بعيدا وقامت باستهداف مباشر كما حذر CIA وكما هو واضح من المؤشرات بأن إيران تعد لشيء ما تجاه العمق الإسرائيلي، إن تمت عملية الاستهداف بشكل مباشر فقالت الأوساط الإسرائيلية بأن هذا سيغير قواعد المعركة بالكامل، وقد يعني لإيران مشكلة حقيقية للغاية. فإيران تعلم هنا بأن مسألة بقائها أو مسألة استهدافها للعمق الإسرائيلي سيعني مسألتين. المسألة الأولى هنا بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون بجانب إسرائيل في ردة الفعل على إيران، وكذلك أن إيران ستخاطر بمفاعلاتها النووية بشكل خطير، لأن المفاعلات النووية تعتبر هي التهديد الرئيسي، المفاعلات النووية الإيرانية هي التهديد الرئيسي على الوجود الإسرائيلي ومستقبل إسرائيل بأكملها، وخاصة أن إيران تقدمت نوويا في الفترة الأخيرة بشكل كبير واقتربت من الوصول للقنبلة النووية، وكذلك هي صرفت الكثير ومليارات الدولارات والسنوات والجهود العالية من أجل الوصول إلى ما وصلت إليه نوويا. بالتالي أي ضربة على العمق الإسرائيلي ممكن أن تعطي المبرر الكامل لإسرائيل لكي تزيح الخطر الموجه ضدها وعلى وجودها، ألا وهي المفاعلات النووية، لأن خطر الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة ليس خطرا وجوديا على إسرائيل، وبالتالي الإسرائيليين ممكن أن يذهبون بعيدا إن ما تطورت الأمور بهذا الشكل لضرب البنى التحتية النووية، وهذا يعني حرب إقليمية كبيرة. ولكن هذا بالضبط
الذي قد تبحث عنه إسرائيل كردة فعل، وهذا ما تعيه إيران وتعلم أن هنالك عواقب خطيرة للغاية إن ذهبت بعيدا باتجاه إسرائيل، وهذا هو الذي يجعل معادلة الضربة مباشرة على إسرائيل صعبة للغاية بالنسبة للجانب الإيراني، رغم كل الظروف التي تحدثنا عنها، وخاصة أن هنالك انعكاسات على الداخل الإيراني. الآن الأطراف المعارضة للنظام الإيراني من جماعات مصنفة إرهابيا مثل جيش العدل على سبيل المثال، وكالة تسنيم وكذلك وكالة رويترز أكدت أن جماعة العدل قد أو جيش العدل قد تقدموا واخترقوا الأراضي الإيرانية وقاموا باختراق سيستان بلوشستان قادمين من باكستان التي يستقرون بها، ودخلوا على عمق ما يقارب 100 كيلومتر باتجاه تشابهار كذلك، وكانت هنالك اشتباكات كبيرة للغاية قد ظهرت بهذا الشكل من قبل جيش العدل، انفجارات، اشتباكات الأصوات، نسمع كيف هي الاشتباكات تحدث بين جيش العدل وبين القوات الإيرانية، هنالك سيطرة كذلك على مقرات الحرس الثوري الإيراني، مراكز للشرطة، تفجير عدد من المستودعات الخاصة بالأسلحة بالحرس الثوري الإيراني، وبالتالي بالنسبة لجيش العدل اليوم خلال هذا النهار كله كان عبارة عن اشتباكات أكثر من 15 إلى 16 ساعة، وهذه الاشتباكات تحدث في سيستان بلوشستان تحديدا. وإذا ما ألقينا نظرة على طبيعة هذا الموقع ستلاحظ أن المبنى مميز للغاية بسقفه بتصميمه باللون الأحمر، وتلاحظ أيضا هنالك مبنى بجانب هذا المبنى الذي تجري فيه الاشتباكات، والتي أكدت التقارير بأن هذه الاشتباكات تجري هنا في تشابهار تحديدا. تلاحظ أيضا الشبابيك تأتي مميزة، 1، 2، 3 من هذه الشبابيك، وهذه قد تكون كافية لنا لمعرفة هذا المبنى إذا ما اتجهنا طبعا إلى صورة أخرى خلفية لطبيعة الاشتباكات ظهرت في الصورة أو في المقطع الأخير. تلاحظ هذا نفس المبنى الذي رأيناه قبل قليل بسقفه الأحمر بالتصميم المميز المعماري، وأيضا تلاحظ أن في هذا المبنى الذي كان على ما يبدو يتمركز فيه عناصر من الجيش الإيراني أو الحرس الثوري الإيراني ويطلقون بالقاذفات، يعني يقومون بالاشتباك مع جيش العدل المتمركز في هذا المبنى على ما يبدو من المقطع المصور، وبالتالي إذا ما ذهبنا بالقمر الصناعي إلى تشابهار، هنا باكستان، هنا تشابهار على عمق 101 كيلومتر، لاحظوا تقدموا على عدد من المناطق لكن هذه هي تشابهار التي ترونها، لاحظ إلى أي نقطة وصل جيش العدل، وهذا هو بالضبط المبنى المذكور الذي رأيناه قبل قليل في هذا المقطع المصور، مما يؤكد تماما عملية وجود جيش العدل في هذه المنطقة. هذا هو المبنى الذي ركزنا عليه، وهذا هو المبنى الثاني بشبابيكه التي أشرنا عليها، 1، 2، 3 نفس الشبابيك نفس الشكل، هو يؤكد بأن القوات التي كانت متمركزة هنا من الحرس الثوري أو الجيش الإيراني أو قوات الأمن الإيرانية كانت تتمركز هنا من أجل ضرب عناصر جيش العدل المتمركزين طبعا في هذا المبنى، بالتالي هذا اختراق خطير وكبير قد جرى على عمق هذه المنطقة، وحتى هذه اللحظة رغم أن إيران أعلنت مرارا وتكرارا بأنها سيطرت على الوضع مع جيش العدل، إلا أن حتى هذه اللحظة ليس هنالك تأكيدات 100% بأن هذا الأمر انتهى، ولا زالت الاشتباكات ولا زال المواطنون يسمعون الاشتباكات في مناطق متفرقة في سيستان وبلوشستان، وهذا التسلسل مثير للغاية لهذه الأحداث. إذا ما عدنا إلى ديسمبر العام الماضي على سبيل المثال، رضي موسوي وهو الذي يعتبر قائد الحرس الثوري الإيراني في سوريا وفي لبنان، هذا الرجل كان قد قتل كما هو معروف في ديسمبر من العام الماضي، مباشرة بعدها بأيام بأسابيع قليلة كان هنالك انفجار من قبل تنظيم داعش الإرهابي في كرمان، هنا عشرات الجرحى والأبرياء والقتلى طبعا بسبب هذا الانفجار الذي كان بالقرب من ضريح الجنرال الإيراني قاسم سليماني، كانت هنالك زيارة في الذكرى السنوية لمقتله في مطار بغداد في عام 2020، واستغل تنظيم داعش هذا الظرف وقاموا بهذا التفجير، وها نحن أمام مقتل عدد من عناصر الحرس الثوري الإيراني في سوريا، وجاء جيش العدل يقوم ويستغل هذه الظروف ويقوم بهذا الهجوم على سيستان وبلوشستان، بالتالي هي ملاحظات مثيرة لهذه التنظيمات المصنفة إرهابيا كيف إنها تستغل الظروف وانشغال إيران مع إسرائيل، تهيئ لشيء ما، أنظارها متجهة إلى إسرائيل إلى المنطقة وليست منتبهة طبعا لجيش العدل أو لتنظيم داعش، ويحدث ما يحدث في نهاية المطاف، وهذا ما رأيناه من جيش العدل تحديداً.